السلام عليكم. اليوم جينا نتكلموا عن حقيقة سوزوكي ألتو اللي أصبح السعر تاعها حوالي 150 مليون سنتيم، وهذا الخبر انتشر بكثير في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في هذه الفترة للمواطن الجزائري راه في أمس الحاجة لسيارة، خاصة المواطن الجزائري البسيط. أما اللي لباس به ما يستناش السيارة ترخص به يشري. وجاونا الكثير من التعليقات تقول علاش ما تكلمش عن ألتو تاع 150 مليون سنتيم. أنا نخلات وقلت أو السوق طاح وانا ما لباليش. والمشكل سوزوكي ألتو جديدة بترقيم 2021 كانت تدير غير شهر جونفي اللي فات 240 مليون سنتيم، وحتى وتبغي تشري ما كانش. دخلت الى موقع الشهير واد كنيس، بقيت نبحث حتى لقيت هاد السيارة. والمشكل اللي لقيته في هاد الاعلانات ان الارقام مزيفة، وهاد الاعلان ما كانش منه. حتى موقع واد كنيس غلق هاد الاعلان لان هاد الاعلان مجرد سبام، والهدف من هاد الاشاعات هما يخلعوا الناس باللي السوق طاح به المواطن البسيط يبيع سيارته وهما يشريوها عليه، ومن بعد يقول ما كانش منها السوق ما طاح ما والو. حنا نقولوا لهاد الناس ربي يهديهم، وانتم اعزائي المشاهدين نصيحة في سبيل الله، ما تبيع ما تشري في هاد الوقت حتى تشوف بعينك السيارة موجودة عند الوكلاء. سلام.